السلام عليكم، معكم أنس رانتيسي من سولفر تو بي تيم. اليوم جبت لكم بروبلم من اليو في اي اونلاين جادج، اسم البروبلم سيكريت سيرتش رقمها 621. اللي بتحكي انه في عندنا مختبر يتم فيه ابحاث سريه، هاي نتائج هاي الابحاث يتم تشفيرها بدقه. نتيجه كل تجربه يتم تخزينها كمعلومه عن انتهاء هاي التجربه، يعني اذا التجربه اكتملت أعطاني ناتج بوزيتيف رح يعطيني بوزيتيف ريزلت، وإذا أعطتني نيجاتيف رح يعطيني نيجاتيف ريزلت. إذا هاي التجربة فشلت رح يعطيني اكسبيرمنت فيلد، وإذا ما اكتملت رح يعطيني اكسبيرمنت نوت كومبليتد. ناتج المعلومات المشفر بيحتوي على مجموعة ديجيت وبتاخذ عدة أشكال، يعني إذا كانت ديجيت هذا يساوي 1 أو 4 أو 78 بتكون بوزيتيف ريزلت، وإذا كان الديجيت آخرهم 35، يعني عندي مجموعة ديجيت قبليها بس آخر 2 35 راح يعطيني نيجاتيف ريزلت. إذا كانت بتبلش ب9 وبتنتهي ب4 راح يعطيني اكسبيرمنت فيلد، إنه التجربة فشلت. وإذا كانت بتبلش ب190 راح يعطيني اكسبيرمنت نوت كومبليتد. يعني هيك تم تشفير معلومات كل تجربة، إنه 1 و4 و78 بمثل إنه أعطاني positive result. إذا كانت مجموعة الديجيت بتنتهي ب35 رح يعطيني negative result. إذا كانت الديجيت بتبلش ب9 وبتنتهي ب4 فهاي يعني إنه الإكسبريمنت أو التجربة كانت فاشلة. وإذا كان معلومات هاي التجربة بلشت ب190 معناته هاي التجربة مش مكتملة. الانبوت عندنا بحكي لنا هون إنه عندي integer n اللي هو بيمثل عدد التجارب اللي عندي، وكل تجربة يتم إدخال المعلومات تبعتها من مجموعة من الديجيت as a string. الأوتبوت رح يعطيني علامة الموجب إذا كانت positive result، ونegative إذا كانت negative result، والستار إذا كانت التجربة فاشلة أو failed experiment، و question mark إذا كانت التجربة مش مكتملة. بنشوف السامبل اللي عندنا عشان توضح أكثر. دخل اللي هون إنه أربعة تيست كيسز أو أربعة تجارب. أول تيست كيس أعطاني 78، حكينا بالفورم اللي فوق 78 بتمثل إنه positive result. تاني تيست كيس انتهى الديجيت عندي ب35، هذا يعني إنه حسب الفورم إنها نيجاتيف ريزلت. وثالث تيست كيس بلش ب190، وهذا يعني إنه التجربة ما اكتملت. وآخر تيست كيس بلش ب9 وانتهى ب4، وهذا يعني إنه التجربة فشلت. بس هذا السؤال اللي معنا اليوم، وسهل وبسيط، وخلينا نشوف الكود تبعه كيف بدنا نكتبه. طيب، أول إشي عرفت أوبجكت من كلاس فاست ريدر لأنها أسرع بالقراءة من السكانر. اللي بحب يعرف معلومات أكثر عن هاي الكلاس يشوف اللينك للشرح إلها في الديسكريبشن تبع الفيديو. بعدين عرفت أوبجكت من نوع string builder عشان أضيف عليه ناتج كل تجربة. طيب بعدين قرأت n اللي بتمثل عدد test cases اللي عنا، بكل test case بدي أقرأ الديجيت as a string. طيب إحنا حكينا متى بده يكون ناتج التجربة positive، إذا كانت الديجيت بتساوي 1 أو 4 أو 78. فقارنا المدخل اللي عندي السترينج، إذا كان 1.equals في السترينج بتقارن محتوى السترينج S بالمحتوى اللي هون. إذا كان 1 أو 4 أو 78 ضيف لي على السترينج بيلدر اللي عندي بوزيتيف وسلاش ان طبعا عشان يطلع الاوتبوت فورمات بهذا الشكل لاين باي لاين. طيب بعدين اذا كان عندي السترينج بنتي ب35 ضيف لي على السترينج بيلدر اللي عندي ماينس، واذا كان السترينج عندي ببلش ب9 اللي هي هاي الحاله انه ببلش ب9 بعدين مجموعه من الديجيت بعدين بنتي ب4 تكون التجربة هاي
فاشلة فيطبع لي ستار. فاحنا بنقارن، اذا ببلش بتسعة معناته يضيف على السترينج بيلدر اللي عندي ستار، واذا كان ببلش ب190 اللي هي الحالة الاخيرة، ببلش ب190 بعدين مجموعة من الديجيت، فبكون هاي التجربة not completed، فيطبع لي question mark. واخر اشي بطبع السترينج بيلدر بعد ما تنتهي كل التست كيسز. طيب خلينا نجرب السامبل انبوت اللي عندنا. وطبع لي نفس النتائج اللي هي positive, negative, not completed و failed. طيب الآن بدنا نعمل submit للكود نشوف حلنا صحيح ولا لا. اختار لغة الجافا، بيست للكود، submit. بروح على ماي سبمشن وهي اعطاني اكسبتد. اتمنى يكون الفيديو عجبكم. كان معكم انس الرنتيسي، وما تنسوا تعملونا لايك وشير وسبسكرايب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.